نسأل الله أن يرحم من اجتمعنا بسببه، ونسأل الله عز وجل أن يصبر أهله وزوجه وبناته وابنه وأهله جميعا، ونسأل الله تبارك وتعالى له كما كان يأتي على صلاة الفجر، نشهد أنه كان من أهل الفجر وأنه كان من أهل المسجد هذا تحديدا بالذات، نشهد له جميعا أنه كان للرواد هذا المسجد مواظب على صلاة الجماعة، مواظب على حضور الصف الأول ويقرأ القرآن ويشهد الجمع والجماعات، والسيرة يعني التي كان يتحدى بها بالأخلاق الطيبة والصفات الحميدة. بالأمس القريب كان معنا والآن هو إلى جوار ربه، نسأل الله أن يكون في عليين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده واسع رحمته إنه سميع قريب مجيب. صلاة الغائب يا إخوان هي صلاة الجنازة على من لم يحمل، هي أربع تكبيرات وهي فرض كفاية، أربع تكبيرات، التكبيرة بعد التكبيرة الأولى نقرأ سورة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية هي اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد إلى آخره، وفي التكبيرة الثالثة ندعو للمتوفى ما نشاء ما في دعاء مخصوص، ندعو له بالرحمة ونكثر له، لأن الميت يا إخوان كالغريق يحتاج إلى دعوة، الدعوة يعني إن شاء الله هنا ترفع الدرجات وتحط عنه الخطايا. وفي التكبيرة الأخيرة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ونخلص الدعاء إن شاء الله. الله يجزاكم خير. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فاتحة.